بدأ يكون في تغير مختلف للمجتمع، بدأ المجتمع ينحاز شوية للاتجاه العلمي، أو بدأ يتم تجريد الفتاوى يعني ده كالمجتمع مش كالمؤسسات. بالعكس المؤسسات كانت رافضة تماما، المؤسسات الدينية سواء كانت الأزهر وهو كان أكتر حد واقف الكلام ده، لدرجة إن كان في فترة الخديوي إسماعيل كان عايز يلغي الرق ولغى فعلا الرق، وقفلوا الأزهر وقالوا لا الرق باقي مع بقاء الدين، فوقف ساعتها. وكان في تجميع كبير قوي ما بين شيخ الازهر وما بين الاوقاف وما بين اكتر المؤسسات الدينيه، وقفوا بتحريم الرق. يعني هو هنا ما بيقولش ان انا هحلل الخمره او هبدا انشر البغاء، لا ده هو بيقول انا هلغي حاجه انسانيه، حاجه بينادي بيها العالم كله، هلغي الرق. وطبعا اصدر الفرمان لوالي السودان ان هو يلغي كل الرحلات او كل الاعمال التجاريه الخاصه بالرق. الغاء الرق معناه الغاء الاعمال طبعا الصخره، معناه الغاء التمتع بالجواري وما إلى ذلك.